زي الناس. واللي بيعمل زي الناس بيعمل زي الناس في الشارع وبينك وبين بيتكم ثلاث خطوات. نداء طبيعه، انت عارف سعادتك لما بتحكم بتحكم يا اخي. لا لا، اللي بتقوله ده انا مش موافق عليه. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. هيا في ايه؟ الحمد لله الذي اظهر الحق وطلع ماليش دعوه باللي حصل. امال تسمي اللي حصل ده ايه يا محفوظ؟ صدفه مثلا؟ والله سعادتك سميه زي ما تسميه، المهم ان انا طلعت براءه. وبعدين يا محفوظ؟ ولا قابلين يا باشا. زي ما سعادتك عرفت كده من التقرير، انا ماليش دعوه باللي حصل. وماليش دعوه كمان باللي هيحصل بعد كده لا قدر الله. احتياطي. احتياطي. يا سعادة الباشا، تقرير المعمل الجنائي بيقول انفجار في مستودع انابيب بوتاجاز. ايوه، بس التقرير ده ما قالش بقى اذا كان حادث عادي ولا معمول بفعل فاعل. ايوه، ما هو محضر الشرطه واضح وضوح الشمس يقول لك انه لا مؤاخذه، يعني الغفير علق على الشايف والبابور، طارت منه شراره، مسكت في انبوبه بوتاجاز، الانبوبه انفجرت، المستودع كله انفجر من اوله لاخره. الحمد لله كمان الغفير جري في الوقت المناسب، ومفيش حد كان ساكن حوالين المستودع، يعني كمان لا توجد خسائر في الارواح. اه، بس حصل شوشره وقلق وتجدير للسلم العام باللغه بتاعتك يعني. يا سعاده الباشا، معقول الراجل يعني هيتغرب الغربه الوقت ده كله وبعد كده يرجع مصر عشان يفجر مستودع بوتاجاز في باب الخلق؟ لا طبعا مش معقول، بس برضه ما تقوليش انها صدفه. سعاده الباشا انا عايز اقابله. لا مش في ايدي والله السلطه ان اخليك تقابله. طب انا بقى عايز اقابل اللي في ايده السلطه دي اللي تخليني اقابله. نعم. انت متاكد ان هو يا حامد؟ اوه، انا مش مجنون يا فوزيه ولا بخرف، بقولك شفته والله بعقد الهاء، شفته وكلمته زي ما بكلمكم دلوقتي. ما جايز راحت عليك نومه وانت في الجامع يا حامد وجالك في الحلم، عادي يعني بتحصل. طب انا كنت بحلم. ماشي، دي ايه؟ ايوه صحيح. من بعيد ابني بعيد، خليك بعيد عليا النعمه ده، خايف لينفجر فينا. اذا كان ابوه يا دوب حط رجله في الحاره، الحاره كلها فرقعت. انت معك حق، هذا رمزي محفوظ جاي وجاي معاه مصيبه، بس من اول يوم كده. الله 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 الله، ايه ده؟ ايه ده كله؟ دي حرب دي ولا ايه؟ الله، ايه ده؟ يا جماعه حد بص من البلكونه، الدنيا قلق، الحته مقلوبه مطافي وبوليس وقلق. انت متاكد ان هو يا حامد؟ حد يرد عليها، حد يرد عليها بدل ما تهور. انا ايه ده؟ هي بتساله عن مين؟ عن خالك. خالي مين؟ ما هو خالي اهو. لا مش ده، خالك التاني بقى. خالي يحيى يعني؟ طب ما هو خالي يحيى ده حد بيشوفه، ما خلاص بقى اللي عيلي يا عيلي بقى. لا مش هو، لا خالك التالت بقى. خالي الايه؟ لا اوعوا تقولوا هو ده. بعيد، خليك بعيد. يا ساتر يا ساتر يا فندم، ما هو الكلام برضه لازم يبقى بالعقل. الراجل لسه خارج من عندكم، تقوموا ترجعوه هنا تاني، ما تسيبوه ياخد نفسه. والله رجليه هي اللي جابته، وبعدين الراجل ده وراه حاجه وانت عارفها كويس. الكلام ده بقى اسمح لي حضرتك، كلام مرسل مفيش عليه اي ادله. والله احنا مش غاويين وجع دماغ ولا وجع قلب، ما بيجيش عندنا هنا الا اللي غاويهم. طيب ولو فيها رزالة يعني اسمح لي حضرتك اشوفه؟ ايه؟ محفوظ زلطه.
طب ما تشوفه. بجد؟ هل هتسمح لي اني اشوفه؟ عندك اهو. خرج. خرج؟ ايوه خرج. بس كنت انت بتفهم في القانون ايراد، احنا بنفهم فيه 24 ايراد. خليك في حالك يا محفوظ، امشي جنب الحيط، ولو تقدر امشي جوه الحيط نفسه، لو عملت كده احتمال ما نقابلش بعض تاني. يسمع من بقك ربنا. والله يا شاكر باشا انا ما اقصدش حاجه طبعا، انا اتمنى ان انا اشوف حضرتك، بس ما يبقاش في المكان ده، ما يبقاش هنا دلوقتي. انا مش طلعت براءه الحمد لله ومفيش عليا اي حاجه لغايه دلوقتي. طب يا ريت الحكومه بقى تعمل فيها جميله وترجعني من مطرح ما جيت، اصل بصراحه يعني بعد سنين الغربه دي كلها ما بقتش نسيت، ما بقتش عارف يعني اسماء الشوارع والميادين، اروح من فين، اركب له ايه. بعدين اسعار المواصلات بقت لا تطاق، التاكسي يطلب ارقام مهوله، ناس معاها فلوس لكل الحاجات دي، يعني مع انه مش باين انه عصر الرخاء يعني. ما احنا عاملين المواصلات العامة للي معهمش يا محفوظ. والله ساعتك حاولت اركب مواصلات عامة، يا اما زحمة جدا، يا اما لو حتى يعني الاتوبيس جاي فاضي يشوفني يجري، معرفش. ضروري طبعا. ضروري طبعا ليه يعني؟ انت مش شايف شكلك ولا ايه؟ مش شايف اللبس؟ مش شايف دي؟ ماله شكل؟ دي ايه؟ صحيح. طب ودي حديقهم في ايه يعني؟ مش موضوعنا. هبعت معاك عربية توصلك في أي حتة أنت عايزها. أشكرك يا أمير، أشكرك. على محفوظ، يلا امشي. أشكرك. شام، سيبيه يا فوزيه. شو نعمل؟ ما نعم. اسيبه ازاي ده ابن محفوظ؟ تعال هنا يا ابن محفوظ. تعالى، انت فاكره فهمك؟ قولك دونام ودونام. هو عشان ابن محفوظ بقولك سيبيه. تي تي تي. تعال تعال يا ابن محفوظ. فوزيه افتحي يا فوزيه يا محفوظ. خدتكم يعني افتحي يا فوزيه يا محفوظ. فوزية أهو فوزية. فوزية Thank you.
دخلت الحارة ولسه يا دوب هعمل زي راح بوم الانفجار حصل. لقيت نفسي ممدد على الأرض مش فاهم أي حاجة، وعينكم ما تشوف إلا النور. اتشقت الأرض على عساكر وظباط هوب جرجروني لغاية هناك تاني. فين وفين بقى؟ فين وفين بقى؟ عقبال ما فهموا إن كنت بفك حسرة وخرجوني، والحمد لله أديني معاكم أهو. الحمد لله على سلامتك أخويا. الله يسلمك يا رمزي، الله يسلمك. ياه 20 سنة يا محفوظ. لا 23 سنة وأربعة أشهر واتناشر يوم وكام ساعة لحد ما رجلي دبت على أرض الميناء. طب احكي لي كنت فين طول السنين دي وبتعمل ايه؟ بتاكل بتشرب؟ طمني صحتك عاملة ايه؟ كويسة؟ ايه يا فوزية ايه دي؟ استريح بس وهحكي لكم على كل حاجة بس من غير ما حد يسألني سؤال لأني اتهريت أسئلة. يا طمنوني انتوا الاول بس، انتوا اخباركم ايه؟ احنا كويسين وزي الفل والحمد لله. اخوك الصغير شغال في البيزنس، المحل بتاعي هيفتح قريب قوي. والله زي ما تكون جاي عشان تحضر الافتتاح.